فرحت بزاف لواحد هذا اللي يقول الحقيقه. سمعت الندوه الصحفيه اللي دارها سيد برباري وسيد دغدغ، وانا كنت من المتابعين وسمعت وزد كونفيرميت ما عيط له والحمد لله. خلينا نشوفوا شعورك بالبرنوصه الجزائري، كيفاش تلقيت هذه الدعوه وايضا البرنوصه الجزائري؟ اول مره نلبسو على كل حال، شباب لا بس ان شاء الله. واليوم عيد الاستقلال ايضا. عيد الاستقلال الله يرحم الشهداء والمجد والخشونه الابرار، تحيه الجزائر. ان شاء الله ايضا ستكون انطلاقه المصارعه يوم 19 من هذا الشهر، كيف هي الانطلاقه بالنسبه للبشير؟ التاسع حيكون حيكون يوم 19 و11. نتمنى التوفيق للرياضيين، جميع الرياضيين، وان شاء الله تكون العاب عربيه نربحوا فيها في كاع الميداليات. ماذا بينا الجزائر تحصل على نسبه من الميداليات خاصه الذهبيه، ومصارعة حيكون منافسين سوريين عراقيين، جالية العربية أردنيين، حتكون منافسة قوية إن شاء الله، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. ستكون أيضا على ما أظن هي مؤهلة للألعاب الأولمبية. لا ماشي مؤهلة للألعاب الأولمبية، التأهيل راح يكون بعد في البطولة العالمية في سبتمبر إن شاء الله، وبعد سبتمبر إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا من المتأهلين في بطولة العالم. إن شاء الله.